شكل المسابقه، ايوه المسابقه تبدا امتى، الحاجات دي كلها هم مش عاملوا، بعتوا الانديه كلها ال 20 هيبعتوا لهم يوم الاحد، يوم الاحد يوم الاحد ويوم السبت على ويوم السبت ويوم الاحد ده ما بيجيش، ويوم السبت على مسؤوليتي الشخصيه واستجابه لملعب الشمس والكابتن حسام عبد العال واللي دخلوا معانا الكابتن نبيل محمود والكابتن عثمان احمد، اتحاد الكوره يدرس تاجيل ومد فتره القيد، وعلى مسؤوليتي اقول لكم ان شاء الله هتتمد من اسبوع ل 10 ايام على مسؤوليتي الشخصيه. كابتن اشرف السيد طلب المداخله، اتفضل يا كابتن اشرف. كابتن عبد الناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا كابتن اشرف. طبعا خالص تحياتي لحضرتك الاخ والصديق العزيز بكل معاني الكلمات، الله يخليك اخويا الكبير الكابتن عبد الناصر زيدان. الله يخليك يا كابتن اشرف. وتحياتي للاخ الكبير وكابتني وكابتن مصر كابتن رمضان السيد. ربنا يخليك يا اشرف. والزميل الملعب والمدرب المحترم الكابتن حسام عبد العال. ربنا يخليك يا كابتن اشرف، ربنا يبارك في حضرتك. ولاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر الكابتن حسن مصطفى. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك، تسلم. طبعا دور المحترفين يا كابتن عبد الناصر اصبح صداع وخد وقت طويل قوي. تمام؟ اولا انا مع دور المحترفين، ولكن ليا استفسار بسيط يا كابتن عبد الناصر وحضرتك استاذنا واكيد عند حضرتك الكلام ده وتعلمنا منك كتير. دوري المحترفين هل هيستمر ام مع الانتخابات القادمه لمجلس اداره اتحاد كره القدم يتم تغييره ويرجع تاني لثلاث مجموعات؟ اجاوب بس على دي قبل ما تسترسل، هيستمر لان المفاجاه حتى الناس اللي حضرت ال 37 هيكون منهم على الاقل من 20 ل 26 خارج الجمعيه العموميه، لان طبقا لما هو متبع للاصلاح الجمعيه العموميه بتتقلص ولا تكبر، يعني بيقللوا العدد قدر المستطاع عشان نقدر نوصل لتطوير يتناسب مع الكل. يعني اذا دور المحترفين خلاص هيبقى موجود على المدى البعيد. طبعا. طيب كمان لابد من مجلس اتحاد الكره توضيح الشكل النهائي لجميع الدوريات في الموسم الجديد، كمان للخروج من الازمه دي والجدل بين الانديه. تمام. تمام. طبعا لما تسالني فنيا دوري المحترفين خطوه مهمه جدا للكره المصريه، ولكن مرتبط بحاجتين، الحاجه الاولانيه الامكانيات الماديه، والشيء الاهم كمان البنيه التحتيه واللي هي بتتمثل في الملاعب وغرف الملابس واشياء ثانيه اخرى كبيره. طيب هل الانديه ال 20 نادي اللي تم تصعيدهم لدور المحترفين هل عندهم الاستعداد على الشكل المالي والبنيه التحتيه يا كابتن ناصر؟ ان شاء الله عندهم. اكيد عندهم، ولو مش عندهم عندهم الا ربع والسنه الجايه كامله بس نبدا. يعني هو احنا اي واحد فينا بدا بقي في اللي هو فيه من يوم وليله؟ ترى ربنا خلق الدنيا في ست ايام وكان يقول يمكن ان يقول لها كن فيكون، كان يعلمنا الصبر. كلام جميل. طبعا جزئيه مهمه جدا، طبعا بحيي حضرتك وبرنامجك الكبير على استشعار بالانديه وبالمدربين المحترمين على مد القيد 10 ايام، ودي خطوه ايجابيه تحسب لحضرتك وتحسب لاتحاد الكوره، ومن هنا بتمنى ان يكون دوري المحترفين بدايه الانطلاق للكره المصريه وليس الرجوع للخلف. اشكرك يا كابتن اشرف وكلامك مهم جدا، وده تساؤل ينضم ليه الكابتن حسام نفس اللي ساله والكابتن حسن والكابتن رمضان، يا جماعه عايزين نخلص من الصداع ده.